دوما تحيا رجالي، يا دوما تحيا رجالي، ويا دوما تحيا رجالي، يا دوما تحيا رجالي، والله يلعن خواني، الله يلعن خواني، والله يلعن خواني، الله يلعن خواني، خوانك بيت الأسد، خوانك بيت الأسد، ولا إله إلا الله. محمد رسول الله، محمد رسول الله، والأسد عدو الله، والأسد عدو الله، والأسد عدو الله. في عندنا مثل اللي احنا بنقول عنه انه ما ضل بالكرم غير الحطب، نحن بنقول للثوار كل سوريا، نحن شو خلانا بشار الاسد شيء مفاوض عليه؟ بيوتها دمرها، مساجدنا قصفها، حاصرنا، جوعنا، تربتنا اليوم نحن بالغوطه الشرقيه صارت 8 طوابق وما حدا حاسس فينا. الغوطة صواريخ وصمت العالم وصمة عار، ضربوا على الغوطة صواريخ وصمت العالم وصمة عار، ورح يشهد بكرة التاريخ، رح يشهد بكرة التاريخ، امنك للحرية دار. الغوطة نقلت لكم معاناتها بحصارها منذ 4 سنوات، بالحالة الهمجية التي تتعرض لها بالقصف صباح مساء، مستعدون لأي سيناريو إن كان هذا النظام ومن معه يستعدون لحرب أو لتصعيد عسكري على الغوطة، فمقاتلون ومجاهدون على الجبهات. تحية لمجاهدي حورة، لمجاهدي درعا، لمعاركهم في المنشية لتحريرهم تلك المناطق التي كان النظام يتحصن بها. ولكن بدي وجه ملاحظة لكل مجاهدي سوريا، إذا هيك رح نشتغل بهذه الاستراتيجية فهذا غير مؤمل عليه. اليوم إذا ما فزينا كلنا سوا، يعني معركة البنيان المرصوص أو الموت ولا المذلة مفروض كانت ترافق مع معارك أخرى في كل أراضي سوريا. يا بشار صناصنا، هاي الأرض أرضنا، ما حنهاجر منها، البساط الخضر لك، تكبير الله أكبر.